هذا الاجتماع اليوم هو اجتماع مخصص لشبكة مسؤولي الاتصال العمومي بالإدارات العمومية في القطاعات الوزارية، اجتماع بحضور خبراء ومسؤولين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وممثلي السفارة الأمريكية والسفارة الألمانية ومنظمة اليونسكو وفعالية من المجتمع المدني. ولكن المستهدف من هذا اللقاء اليوم هو الشبكة ديال مسؤولي الاتصال في الإدارات المغربية. هذه الشبكة تم استحداثها من طرف الوزارة لأننا التشخيص اللي وضعناه لقينا أنه كاين اختلالات كبيرة في الإدارة المغربية، كتتعلق بتعقيد المساطير، كتتعلق بظروف استقبال المواطنين في المكاتب الأمامية، كتتعلق أيضا بعدم القدرة على التواصل الجيد بالمعنى ديال التواصل العمومي، ماشي التواصل السياسي اللي كيغطي الأنشطة ديال الفاعل الحكومي الفاعل السياسي برهانات سياسية مشروعة. لكن الاتصال العمومي هو الاتصال الذي يستهدف العموم، الجمهور، المواطن، المرتفق، والذي يتوخى توفير المعلومة المحينة المعلومة حول كل الخدمات العمومية التي قد تقدمها الإدارة المواطنية، لأن الولوج للخدمة الإدارية أو الخدمة العمومية هو ولوج قد يكون متشعبان فيه مساطير ينبغي دائما توضيحها للمواطنين. ولهذا فالاتصال اليومي المباشر مع المواطن أساسي من أجل إخبار المواطن، ولكن أيضا من أجل استخبار حول حاجيات المواطن وما والخيارات دياله والمطالب دياله فيما يتعلق بتجويد الخدمة العمومية. هذا الاجتماع سيتوج بمشروع إصدار مشروع دليل للاتصال العمومي اللي غادي يكون غادي يرشد المسؤولين على الاتصال العمومي في القطاعات الوزارية حول المبادئ والقواعد والمعايير ديال الاتصال العمومي الجيد اللي أصبح الآن مكون أساسي في التدبير العمومي الحديث.